الله يعافيك. تقبل نوع العسكري في اليمن. في اليمن. أوه. هذه قصة صار لها فوق الحين كم 10 سنين ولا 8 سنين. لم تستطع لا السعودية ولا إيران التنبؤ في المستقبل العسكري في اليمن. أنا أعتقد إذا كانت السعودية وإيران مو قادرة تتنبأ للمستقبل فأنا العبد الفقير ما أعتقد يعني أقدر أو عندي قدرة لذلك. بس أنا بتصور لن يستقر اليمن إلا بشرطين أنا بتصور يعني. شرط الأول قبول اليمن داخل منظمة مجلس التعاون الخليجي. والكلام هذا أنا قلته سنة 82 إن اليمن لازم يكون عضو في مجلس التعاون الخليجي. أنا بتصور لو ضمينا اليمن منذ ذلك التاريخ ما كان يحصل اللي حاصل الآن. لكن قدر الله ما شاء فعل. فالشرط الأول ضم اليمن إلى المنظمة الخليجية. الشرط الثاني هو التفاهم السعودي الإيراني. لازم الرياض وطهران يصلوا إلى تفاهم بينهم على ضمان أمن اليمن. غير هذا الشرطين أنا بعتقد من المستحيل ضمان استقرار اليمن. أي نعم.